كابسول ديالو واش فراسك اللي كنقدموا لكم فيها يوميا معلومات مفيده اللي كتهمكم. موضوع حلقه اليوم كيتعلق تقريبا بكل امراه كتمر بمرحله الوحم. واش فراسك ان الوحم عاده هو من اعراض الحمل الاولى غالبا على المراه الحامل خلال الاشهر الاولى من الحمل؟ كيعتمد ذلك على العوامل النفسيه للمراه والجسديه مرتبطه بالهرمونات عموما وهرمون الحمل خصوصا. واش فراسك انه من اعراض الوحم الاكثر شيوعا هي معاناه الحامل من حساسيه مفرطه في حساسي الشم والتذوق؟ ففتره الوحم كتختلف من مراه لمراه، فكاين اللي كتبدا تطلب الكثير من الاطعمه اللي تقدر تكون غريبه خصوصا انها تقدر تطلبها في أي وقت كان. فمن أعراض الوحم الشعور برغبة في تناول بعض الأطعمة والمشروبات أو الابتعاد عنها، فالمرأة كتقدر تشعر بكره وعدم القدرة على شم رائحة الأطعمة، كذلك تقدر تشعر بالتقيؤ. واش فراسك أن هناك بعض الحالات اللي كتستمر عندها الحمل حتى الأشهر الأخيرة من الحمل؟ وأخيرا واش فراسك أن فترة الوحم كتحير الأزواج، خصوصا أن بعضهم كيتخوفوا من تلك المرحلة الحرجة وكيحرصوا على تأمين ما كتطلبوا الزوجة ديالهم خوفا من ظهور ما يسمى بالوحمة على رأس المولود الجديد أو اليد ديالو أو بمكان آخر؟ فكتختلف تفسيرات الخيال الشعبي لمعنى الوحم من بلد إلى آخر. فبعضهم كيعتقد أن الشهية على الحلويات كتعني أن جنس الجنين مؤنث، في حين يرى البعض أن الشهية المفتوحة على الموالح كتعني أن الجنس ذكر. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أكيد غنرجع لكم غدا بمعلومة جديدة. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أكيد غنرجع لكم غدا بمعلومة جديدة.